اخر حاجه بسيطه في الموضوع الفاريشن ميثود ده، هو انك انت مثلا ممكن تقول طيب ماشي، انا ممكن ابروكسيميت الجراوند ستيت انرجي، طيب وات اباوت ذا فيرست اكسايتد ستيت او ذا سكند اكسايتد ستيت يعني. تمام، هي في طريقه برضو ممكن تجيب استيميشن للاذر انرجي ايجين فاليوز غير الجراوند ستيت. هي ازاي بقى؟ طبعا احنا قلنا لو انت عندك هيرميشن ماتريكس او هيرميشن اوبريتور اتش، ممكن اوردر الايجين فاليوز كده etcetera، وبعد كده بقى I will pick some orthonormal أو normalized state، وبعد كده أعمل لها expansion بدلالة الـ eigen functions بتاعت الـ h phi mu، where الـ h ده على أي phi mu بيساوي لامدا mu phi mu. فلو أنا حسبت الكمية ديت h ده بيساوي sum على الميو من صفر، وبعد كده مودلس سكوير ام يو لامدا ميو، صح؟ والام يو ده طبعا هو البروجكشن بتاع الابساي على البيز كيت رقم ميو، فهو ده تعريفه كده اللي هو الابساي. هو العكس ولا ده؟ فاي ميو لا العكس ده كده فاي ميو طبعا سكوير سوري تايمز ابسيلون. اللي احنا عملناه ان احنا بدلنا الصم ده، لو احنا كنا عايزين نستيميت الجراوند ستيت او السمولست ايجن فاليو بدلنا كل اللامدز باصغر واحده فيهم، صح؟ فقال لنا ان الاتش دايما اكبر من او يساوي صم على الميو من صفر A ميو مودلس سكوير، وبعد كده هنا في لامدا زيرو لان انا بدلتهم كلهم باقل واحده يعني. تمام، وبعد كده اطلع اللامدا زيرو هنا، وبعد كده استخدم الصم ده بيساوي 1 يعني. بس انا دلوقتي انا عايز استيميت اللامدا 1، فممكن اعمل ايه؟ لا، ما هو انت دلوقتي انت مش هينفع تسبتراكت يعني، السبتراكشن مش هيديك اي حاجه يسفل يعني. انا عايز اخلص من، انا في كوفيشنت هنا عايز اخلص منه، انا عايز ابدا الصم ده بلامدا 1 عشان اعيد نفس القصه. لو انا عندي اي تشانس ان انا اعمل نفس القصه، انا عايز ابدا الصم ده بلامدا 1، فعايز اخلص من الترم اللي بيضرب لامدا 0 يعني. هي زي السبتراكشن زي ما انت تقول يعني. فانا عايز اميك شور ان الكوفيشنت ده، خلي بالك this is a trial wave function it's arbitrary wave function. ف if somehow I manage to adjust the psi such that ان الاي 0 ده بيساوي 0، صح؟ Then this sum will start from 1. صح؟ مظبوط كده يا جماعة؟ وخلي بالك طالما الـ A0 بيساوي 0 يبقى أنت دلوقتي عندك خلاص الصم بتاع الميو من 1 لـ A ميو سكوير بيساوي 1. يعني أنا لما اخترت trial wave function I made sure إنها orthogonal على الـ true ground state بتاعت الهاملتونيان which I don't know. صح؟ ما أنا ممكن أعمل كده، أنا عندي arbitrary يعني freedom إن أنا اخترت trial wave function، فأنا انا somehow اخترت trial wave function وهي orthogonal على الجراوند ستيت، على الجراوند ستيت wave function يعني. اذا في السميشن ده انا مش هبدا من ميو 0 بقى، هبدا من لامدا 1. فانا ممكن اعيد نفس القصه ابدل كل اللامداز بانهي لامدا بقى؟ بلامدا 1. فانت هتيجي هنا مثلا ادي الاتش اهو، تمام، وهبدل كل اللامداز هنا بلامدا 1، صح؟ اللي هي اصغر من كل اللامدات اللي جايه. لامدا 0 خلاص ما بقتش موجوده في الصم اصلا لانها مضروبه في اي 0، مظبوط كده؟ فانا اي ام شور ان الاكسبكتيشن فاليو بتاعت الهاملتونيان ان ذيس ترايل ويف فانكشن اللي ما لهاش بروجكشن على الجراوند ستيت ويف فانكشن بتاع الهاملتونيان، اي ام شور ان ذيس از دايما اكبر من او يساوي اللامدا 1 بقى. ما انا دلوقتي هاخد اللامدا 1 دي بره الصم، صح؟ ودلوقتي بقى الكيمياء دي بتساوي 1، صح؟ هي السؤال بقى ازاي؟ طبعا ده هيبقى صح لو انا قدرت فعلا الاقي ترايل ويف فانكشن اورثوجونال للترو جراوند ستيت ويف فانكشن انا مش عارفها، صح؟ هاويفر بقى طبعا في بعض الحالات انت اكشلي يو كان تشوز ترايل ويف فانكشن اورثوجونال للجراوند ستيت ويف فانكشن حتى لو انت مش عارفها. زي مثلا لو انت بتتكلم على الهاملتونيان ده، اللي مثلا لو انت عندك اللي هو كوارتيك هارمونيك اوسيليتور مش بلس هاف اوميجا اكس سكوير بلس لامدا اكس ذا باور 4، تمام؟ انا عايز اطبق الميثود ديت. انا خلاص اي استيميتد الجراوند ستيت بالطريقه اللي فاتت، استخدمت ترايل ويف فانكشن قريبه جدا جدا من الامبر تربد جراوند ستيت، ولقيت
استيميشن للجراوند ستيت انرجي. طيب ماشي، انا عايز بقى استيميت الفيرست اكسايتد ستيت، فانا هتراي انذر ترايل ويف فانكشن such that انها تبقى اورثوجونال للجراوند ستيت ايجن فانكشن بتاعت هاملتونيان عشان اخلص من الكوفيشن ده، صح؟ بس انا ما اعرفش بقى الجراوند ستيت ويف فانكشن بالتفصيل الممل. ممكن تستخدم الويف فانكشن انت جبتها اللي هي الجراوند ستيت ويف فانكشن انت جبتها المره اللي فاتت، صح؟ وتعمل ايه بقى؟ انت عايز تخلي الترايل ويف فانكشن ديت اورثوجونال عليها، فممكن جرام شميت، ممكن تعمل جرام شميت مثلا. وفي طريقه تانية احسن، لو انت عندك بقى خلي بالك ديس هاملتونيان ستيل ايفن، سوري اوت فانكشن بالظبط، لانك انت عارف ان الجراوند ستيت بتاعت الهاملتونيان ده لازم تبقى ايفن، فانت اختار اي اوت فانكشن، فانت بيشور ان اي اوت ترايل فانكشن هتبقى اورثوجونال على جراوند ستيت without solving it يعني. انما الطريقه اللي هي مور سيستماتيك انك انت بقى الجراوند ستيت ويف فانكشن انت حصلت عليها لما حصلت على ابروكسيميشن الجراوند ستيت انرجي اللي هي ديت بقى احنا نسميها مثلا فاي زيرو تلدا بقى لانها مش ترو، مش الاكزاكتلي ترو جراوند فانكشن بتاع الهاملتونيان، ميك شور ان الترايل ويف فانكشن اللي تستخدمها اورثوجونال عليها، صح؟ ذاتس جرام شميت. طيب عملت استيميشن للامدا زيرو ولامدا 1 عشان تحسب استيميشن للامدا 2 تعمل ايه؟ نفس القصه، بيكا ترايل ويف فانكشن اورثوجونال على لامدا 0 سوري على فاي 0 وفاي 1، ما انت عايز تخلص من الاي 0 ومن الاي 1، فانت بس انت بقى عندك فاي 0 تلدا من الجراوند ست استيميشن اللي في الاول، ولما عملت لامدا 1 جبت انذر فاي 1 تلدا، صح؟ استخدم ترايل ويف فانكشن برضو اورثوجونال عليهم الاثنين، ذاتس انذر جرام شميت يعني. اوكي هي دي اللي هي الطريقه. ما انت اكيد هتكوميليت ايرور، بس زي ما قلت لك انت ام اسيومينج بقى انك انت عارف الجراوند ستيت والفيرست اكسايتد ستيت اتسترا يعني. خلي بالك احنا في الطبيعه يعني غالبا معظم السيستمز اللي حوالينا هي موجوده في جراوند ستيت يعني. يعني انت مثلا بصيت في الكون مثلا، هو معظم الكون اصلا هيدروجين وهيليوم يعني، هتلاقي اصلا معظم الاتومز دي كلها في جراوند ستيت يعني، عشان كده حتى لان درجه حراره الكون هي فيو الكترون فولتس يعني اللي هي الكوزميك مايكرويف باك جراوند، فانت انت فعلا دايما انترستد في جراوند ستيت يعني. لان انت حتى دايما اي سيستم دايما سيتل داون للاصغر انرجي ستيت فيه يعني. طيب هي المحاضرة أو بقية المحاضرة بقى هنتكلم على very important second order ODE اللي هي الجندر ODE اللي هي شكلها كده minus 1 minus x square that's ال dl p 0 وبعد كده d2 y by dx square plus 2x dy by dx بتساوي لامدا y. فانت عندك ال p0 بتساوي minus 1 minus x square اللي هو coefficient بتاع second derivative، وال p1 بتساوي 2x اللي هو coefficient بتاع الفيرست derivative كده. اللي انا هعمله دلوقتي يا جماعه بس ان احنا هناخد ال ODE ديت، اول حاجه هنشوف السورس بتاعها بيجي منين، وطبعا بيجي لو انت عملت separation of variables في spherical coordinates للابلاسيان. وبعد كده بقى ايه هنحل المعادله ديت، هنحلها بالتفصيل، هنحلها بطريقه اللي هي الفوربينس بتاعت السمستر اللي فات يعني، فهوبفلي هتبقى فاكر الباور سيريز سوليوشن والكلام ده يعني. تمام. طبعا انت اول حاجه محتاج تعملها لازم تشوف هل الاوبريتور ال ده سيلف ادجوينت ولا لا. طبعا لانك انت البي 0 برايم بتساوي البي 1 هتلاقي انك انت الاوبريتور ال از سيلف ادجوينت، اوكي، والال ال هو اللي هو ماينس 1 ماينس اكس سكوير d2 by dx square plus 2x d by dx. This operator is self-adjoint. Sorry. والرينج بتاع الاكس ده سؤال ده كويس جدا. x تنتمي للانترفال. انا انترست ان احل المعادله ديت على الانترفال ديت x minus 1 ل 1. وهيظهر ليه بالظبط انا عايز السوليوشن على minus 1 ل 1 حالا يعني. Very good. ما هو انا كاتب انا باي ال اي مين اللي هو ده ال واي بيساوي لامدا واي، لو ال واي بتساوي صفر يبقى نحط اللامدا معايا. فيري جود. انذر برضه اوبزرفيشن عن الاوبريتور ال ده ان هو ال ده كفانكشن في الاكس بقى ال ماينس اكس بيساوي ال اكس،
فالاوبريتور ده even under parity او even under sending x minus x، فبرضو I am sure ان انا كان I can always make my solutions even or odd. صح؟ ودي برضو عملناها السمستر اللي فات. انا ممكن اعيد الارجمنت ديت يعني. احنا هنا دلوقتي لو انت عندك differential equation بالمنظر ده L x إبساي x بتساوي لامدا إبساي x، يبقى ساعتها لو ال L minus x بيساوي L x، يبقى لو إبساي x solution بدل كل x بminus x throughout في المعادلة. طبعا لو انت بدلت x بminus x مش اي حاجة هتتغير يعني، فساعتها يبقى عندك L minus x إبساي minus x بيساوي لامدا إبساي minus x، بس L minus x ده اللي هو L x من السيمتري ديت. صح؟ اذا لو ال L ده even under parity ده يقول لك لو إبساي x is a solution، ده يقول لك ان إبساي minus x برضو is solution. انت بدلت ال x minus x in general ممكن تحصل على function مختلفة يعني. تمام؟ however بقى في حالة من اتنين ممكن يحصل، ان إبساي minus x is linearly independent على إبساي x، يبقى انت ما يعني عملتش حاجة. صح؟ it could happen ان إبساي minus x ديت بتساوي some number c times إبساي x. صح؟ ساعتها خلاص التو سوليوشنز ار linearly independent. طيب من المعادلة ديت بقى ممكن تكتب الكلام ده كده. طبعا انا ممكن من نفس المعادلة ممكن اكتبها كده، ان إبساي x بتساوي c إبساي minus x، لأن المعادلة is true for any x، فأنا بس هبدل الـ x بـ minus x يعني. فأنا هنا بقى أنا هاجي في الطرف ده وعوض ديت، فده يقول لك إن ده بيساوي c، وبعد كده إبساي x بتساوي c إبساي minus x، فهنا another c وبعد كده إبساي minus x. صح؟ فده يقول لك إن c square بتساوي كام؟ c square بتساوي 1، يعني c بتساوي plus minus 1. إذن الحالة الأولانية اللي هي simple جدا هي إن إبساي minus x تساوي plus minus إبساي x. فلو إبساي minus x بتساوي plus إبساي x يبقى solution even and then we are done يعني، مش هحتاج أعمل أي حاجة. لو إبساي minus x بتساوي minus إبساي x يبقى solution odd، وأنا كده I'm happy إن فعلا solution they come with a definite parity، they are either even or odd. طيب لو الكونديشن ده مش متحقق، لو التو سوليوشنز مش لينيرلي اندبندنت، مش لينيرلي ديبندنت، لو هم لينيرلي اندبندنت، يعني إبساي x سوليوشن وإبساي minus x is yet another solution for the same eigen value. خلي بالك، صح؟ خلي بالك إبساي x وإبساي minus x is a solution for the same لامدا. صح؟ طبعا هنا ما اقدرش اقول ان اللامدا از ديجنريت بقى خلاص، لانك انت ابساي اكس وابساي ماينس اكس هم لينيرلي ديبندنت على بعض يعني. انما لو حصل بقى انك انت عندك ابساي اكس وابساي ماينس اكس ار لينيرلي اندبندنت، انا برضو ممكن اعمل لينير كومباينيشنز تحل المعادله فور ذا سيم ايجن فاليو لامدا كده. ممكن اكتب ابساي ماينس اكس بلس ابساي اكس واسمي ديت مثلا ابساي اي اكس، ده هتحل المعادله لان ده سوليوشن فور ذا سيم لامدا وده سوليوشن فور ذا سيم لامدا، فالجمع بتاعهم يديك سوليوشن فور ذا سيم لامدا يعني. however this solution is even، انك انت ابساي اي ماينس اكس دي بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ابساي اي اكس. صح؟ وممكن اعمل another linear combination كده، ابساي او اكس بتساوي ابساي ماينس اكس ماينس ابساي اكس، ده بقى odd يعني، ابساي او ماينس اكس بتساوي نيجاتيف إبساي أو إكس. فأنا دايماً given a second order differential equation بالمنظر ده where the L is invariant under X good X minus X أو L is invariant under parity then I can always choose my solutions to have definite parity. فأنت لما حليت المعادلة، لو حليت المعادلة be sure إنك أنت either solutions تجي لك automatically even or odd زي الكيس ديت خلاص، أو يطلعوا لك إن هم مش even or odd ما لهمش أي particular symmetry فخلاص you can make linear combinations and make them even or odd يعني. اللي هي ممكن تقولها بطريقه ثانيه باللانجوج بتاعت الاوبريتورز بقى، انك انت actually you can prove ان الاوبريتور ده اللي هو البي اللي بياخد الاكس لماينس اكس اللي هو الباريتي اوبريتور ده بيكميوت مع ال تمام وهرميشن. فلو انت عندك تو اوبريتورز بيكميوتوا مع بعض you can always find simultaneous eigen functions يعني. الايجن فانكشن بتاعت البي لازم تبقى even or odd. صح؟ ليه بقى؟
لانك انت البي ده خلي بالك الاوبريتور بي ده اللي هو الباريتي اوبريتور ده بياكت على ابساي اكس يديك ايه بقى؟ يديك ابساي ماينس اكس. تمام؟ انا بقى عايز اجيب الايجن فاليوز بتاعته، فانت ابساي اكس بيساوي لامدا ابساي اكس، صح؟ بس يو كان بروف ان طبعا لو انت اكتب بي ثانيه هنا بي ده هيديك لامدا سكوير، صح؟ بس بي سكوير ب1 لانك انت بتعمل اكس ماينس اكس وبعد كده ماينس اكس يديك 1 يعني، فده يقول لك ان لامدا سكوير بتساوي بلس ماينس 1، صح؟ اذا البي على ابساي اكس بتساوي بلس ماينس ابساي اكس. اذا الايجن فانكشن بتاعت الباريتي اوبريتور هم ايذر ايفن اور اود، صح؟ ده فاكت ان البي بي كوميوت مع ال، يقول لك ان الايجن فانكشن بتاعت ال كان بي تشوزن تو بي ايفن اور اود يعني ده اوبريتور لانجويج يعني. فدلوقتي بقى احنا عايزين نحل الاو دي اي ديت باي باور سيريس ونحط الكلام ده في دماغنا، ان انا دلوقتي انا متاكد ان دايما ممكن اخلي السوشيال بتاعي ايفن اور اود، فلو ما طلعش اوتوماتيكلي ايفن اور اود بالباور سيريس ميثود انا اقدر اخليه ايفن اور اود فور ذا سيم لامدا. اوكي طيب انا دلوقتي بقى علشان احل ديفرنشال ايكويشن بالمنظر ده، انا اول حاجه طبعا لو انت هتبروسيد بقى باللي هي الباور سيريس ميثود لازم تشوف ايه هي السنجولار بوينتس اللي عندك في المعادله يعني، فهتلاقي ايه هي السنجولار بوينتس بتاعت المعادله دي، اكس بتساوي بلس وماينس 1، لانك انت طبعا انت ممكن تكتب المعادله كده صح كده؟ فين؟ 2x صح؟ طبعا you can confirm ان x equal 1 and x equal minus 1 they are regular singular points صح؟ x equal 1 plus minus 1 are regular singular points، لانك انت هي اتس ترو ان الكوفيشن ده بيبلو اب عند الاكس بتساوي 1 وماينس 1، هاويفر مثلا عند الاكس بتساوي 1 بيبلو اب، ولكن لو ضربت ده في 1 ماينس اكس يبقى فاينايت. تمام؟ فده يعني بالكلاسيفيكيشن بتاع السنجلاريتي اللي السمستر اللي فات، ذيس از اكس بتساوي 1 اور ماينس 1 از ا ريجولار سنجولار بوينت. تمام؟ فانا بعد شويه احنا هنحل المعادله ديت اندر ذا اسامبشن ان السوليوشن بتاعي اللي هو واي عند اكس بتساوي بلس ماينس 1 لازم يبقى فاينايت، وهقول لك ليه ده، ايه الفيزيكال اوريجين بتاع الستيتمنت ديت يعني. اوكي ات ويل تيرن اوت ان في كوانتم ميكانكس اكس بتساوي 1 ماينس 1 ديت هي الثيتا بتساوي 0 باي 0 باي في السفيريكال كوردينتس. طبعا لو انت في السفيريكال كوردينتس ثيتا بتساوي 0 وثيتا بتساوي باي تو اربيتري بوينتس ما فيش عندهم اي بارتيكولر بيهافير يعني، فانت لازم تميك شور ان السوليوشن بتاعك عند تو بوينتس دول فاينايت. تمام؟ اكشلي ثيتا بتساوي 0 باي بيترانسليت لاكس بتساوي 1 وماينس 1 زي ما نشوف حالا يعني. فانا طبعا انت لما بتحل الديفرنشال ايكويشن انت محتاج تسبلاي باوندري كونديشنز، ات ويل تيرن اوت اكشلي ذس از ان الديماند ان السوليوشن يبقى فاينايت عند 1 وماينس 1 از سو سيفير ان هو فعلا هي بيك بارتيكولر لامداز وهي ترانكيت السوليوشن، هيديك السوليوشن ليه بارتيكولر فورم يعني. اوكي بس قبل ما ابدا احل المعادله بقى انا عايز بس موتيفيت هي المعادله دي ظهرت ازاي اصلا في الفيزيكس يعني. هي المعادله بتظهر اني تايم انت عندك مساله فيها لابلاسيان، لابلاسيان والمساله سفيريكال سيمتريك يعني، زي طبعا لابلاسيان في السفيريكال كوردينتس هفكرك بالشكل بتاعه هو كده 1 اوفر ار سكوير بارشل باي بارشل ار، وبعد كده ار سكوير بارشل بارشل ار بلس 1 اوفر ار سكوير 1 اوفر ساين ثيتا بارشل بارشل ثيتا، وبعد كده ساين ثيتا partial partial theta ده كده plus 1 over sine square theta partial 2 by partial phi square. اوكي ده اللابلاسيان في السفيريكال كوردينتس. تمام
برضو في شكل اللابلاسيان مهم جدا لو كتبته بدلاله الانجولار مومنتم سكوير في الكوانتم ميكانكس. يعني الانجولار مومنتم سكوير في الكوانتم ميكانكس لو كتبته في السفيريكال كوردينتس بيطلع كده ماينس اتش بار سكوير وبعد كده 1 اوفر ساين ثيتا وبعد كده بارشل ثيتا ساين ثيتا بارشل ثيتا بلس 1 اوفر ساين سكوير ثيتا وبعد كده بارشل 2 باي بارشل فاي سكوير. فلو انت قارنت ده بده هتلاقي ان اللابلاسيان في السفيريكال كوردينتس ممكن يتكتب بالطريقه ديت اللي هي كانت مهمه جدا لما جينا نحلل الهيدروجين اتوم بارشل ار ماينس 1 اوفر اتش بار سكوير ار سكوير وبعد كده ال سكوير. واستخدمنا المعادله دي في كوانتم ميكانكس عشان نثبت ان الهاملتونيان بتاع الهيدروجين اتوم بيكميوت مع ال سكوير والالات، يعني لان ال سكوير بيكميوت مع ال سكوير ومع الالات. تمام. فدلوقتي بقى ليتس اسيوم انك انت عندك ايكويشن بالمنظر ده نابلا سكوير بلس سام فانكشن في الليتل ار وانت عايز تحل المساله دي بساي ار ثيتا فاي بتساوي صفر. اوكي طبعا لان الكي ديت فانكشن في الليتل ار بس انا اول حاجه هتيجي في بالي ان انا استخدم السيبريشن اوف فاريبلز في السفيريكال كوردينتس صح. فمثلا طبعا في بقى فاميليار تشويسز للكاب اوف ار او كي اوف ار ديت. لو الكي اوف ار دي كانت مجرد زيرو يبقى انا بتكلم على لابلاس ايكويشن. بس لو كانت الكي اوف ار ديت بتساوي بتساوي ايه بقى، لو كانت مثلا بتساوي كونستانت كي سكوير مثلا انا بتكلم على حاجه اسمها تقريبا هيلمهولتز ايكويشن. طبعا بقى في الكوانتم ميكانكس بتلاقي الكابا اوف ار دي بتساوي كام لو انت في السفيريكال كوردينتس وعندك سفيريكال سيمتريك بوتنشال. هتلاقي مثلا لو انت بقى ان كوانتم ميكانكس لما يكون عندي بوتنشال مجرد في اوف ار فساعتها هتلاقي شيدنجر ايكويشن هي كده ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير بلس في اوف ار كل ده على ابساي بيساوي صفر سوري بيساوي اي ابساي. فساعتها بقى لو قسمت على ماينس اتش بار سكوير على 2 ام وجبت الحاجات الناحيه الثانيه يطلع لك ان كي اوف ار بتساوي كام بقى لما نقسم هتبقى حاجه زي كده تبقى طبعا 2 ام على اتش بار سكوير تقريبا اي ماينس في اوف ار صح تقريبا كده. يعني في كل الحالات ديت سواء الكي ايكوال 0 اللي هي لابلاس او الكي ايكوال سم كونستانت اللي هو هيلمهولتز او كي از ايكوال تو سم فانكشن في الار انت ممكن تروح تقول السفيريكال كوردينتس وتعمل سيبريشن اوف فاريبل. في كل الحالات بغض النظر عن الكي اوف ار هتلاقي ان الانجولار بارت بيديكابل لوحده بيديك سيبريت ايكويشن. الريديال بارت هيديك ايكويشن تعتمد على الكي اوف ار ديت هي بكام، انما الانجولار بارت ده دايما ستاندرد لانك انت الكي اوف ار لا تعتمد على الثيتا والفاي صح. فانت اول حاجه هتعملها هتستخدم السيبريشن اوف فاريبل ده بساي ار ثيتا فاي بتساوي ار في الماجنيتيود ليتل ار وبعد كده سام فانكشن في الثيتا وبعد كده سام فانكشن في الفاي وتعوض في المعادله وتارينج بقى وتجمع الترمات اللي هي فانكشن في الار مع بعضها بس والفانكشن في الثيتا مع بعضه بس والفانكشن في الفاي مع بعضه بس فيطلع لك بقى بعد شويه مانيبيوليشنز هيطلع لك مثلا هيطلع حاجه زي كده. هي طبعا هيبقى حاجات كتير جدا هكتبها بس اتس اوكي يعني يعني هو انا ممكن اعيد قصه سيبريشن اوف فاريبلز بس انا متاكد انك انتوا عارفينها بالظبط. يعني احنا بيزيكلي اول خطوه هنعملها ان احنا هنخلي الترم اللي فيه الليتل فاي ديبندنس ده لوحده اللي هو ده ان انا بقى طبعا ايه هنا مثلا هضرب في ساين سكوير ثيتا عشان اخلص من الثيتا هنا واخلي ترم من المعادله بس فيه الليتل فاي وبقيه الترمات فيها ار وثيتا وبعد كده ارجو ان طالما ده بيعتمد على ار وثيتا وده بيعتمد على الليتل فاي يبقى الحل الوحيد ان ده بيساوي كونستانت يعني صح كده. فهيديك معادله للليتل فاي اللي هي كده 1 اوفر بيج فاي دي 2 فاي باي دي فاي سكوير
بتساوي سام كونستانت انا اسميه ماينس ام سكوير، صح؟ اللي انت عارف الحل بتاعها من زمان يعني اكسبوننشال اي ام فاي، وير ذا الكونديشن ان الفاي ده تبقى سنجل فاليود. يقول لك ان الام ديت بتساوي 0 بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 اتسترا. تمام، عرفت الترم ده تروح معوض في الثيتا ايكويشن، يروح مديك ان ايكويشن فور ثيتا. تمام، هديك ثيتا ايكويشن بالمنظر ده 1 اوفر ساين ثيتا ساين ثيتا، وبعد كده دي باي دي ثيتا، وبعد كده ساين ثيتا دي بيك ثيتا باي دي ثيتا، ده كله وانا احتمال اكون مثلا بقى عملت هنا بقى ايه اللي هي الميستيكس اللي انا دايما بعملها ديت. لا سوري، دي اللي اعتقد انها صح، 1 اوفر ثيتا ساين ثيتا دي باي دي ثيتا ساين ثيتا بلس ام سكوير على ساين سكوير ثيتا، كل ده بيساوي لامدا، بيساوي ايت انذر كونستانت يعني اللي هو بتاع الكونستانت بتاع سيبريشن اوف فاريبل. فانت اول سيبريشن اوف فاريبل هتعمله هتفصل الليتل فاي لوحدها والار والثيتا لوحدهم، صح؟ فهتقول الترم اللي فيه ليتل فاي لازم يساوي كونستانت سميته ماينس ام سكوير. بعد كده تروح معوض بقى الحته ديت في الايكويشن تاني وتفصل المعادله لترم فيه ليتل ار لوحده والليتل ثيتا لوحدها، فيقول لك ان لازم كل واحد فيه يبقى كونستانت انا سميته اللامدا، صح؟ فتحصل على الايكويشن ديت. الديتيلز بتاعت الحاجات دي انا يعني شرحت قبل كده مشهور وهي موجوده في كل الكتب يعني. خلي بالك الام ديت هي ديس ام اللي هي بتاخد فاليو 0 بلس ماينس 1 بلس ماينس 2، اتس نوت اربيتري كونستانت اني مور يعني اتس فيكسد فروم ذا فاي ايكويشن من السنجل فاليودنس. مظبوط يا جماعه؟ دلوقتي بقى انا عايز احل المعادله ديت، اوكي؟ طبعا انا هضرب في البيك ثيتا ديت ثرو اوت، فيبقى هشيل ديت من هنا، يبقى في هنا عندك ثيتا وهنا عندك ثيتا يعني. دي الديفرنشال ايكويشن اللي انا عايز احلها. الالتيرناتيف بقى ان انا ممكن كنت عملت ايه من البدايه، ليتس اسيوم ان انا كنت من البدايه خالص عايز او الانترست بتاعي ان انا احل الايجن فاليو بتاعه ال ال سكوير وراحت فين. تمام، ريممبر ان ال ال سكوير اوبريتور ده كان بيساوي كده ماينس اتش بار سكوير وبعد كده 1 اوفر ساين ثيتا بارشل بارشل ثيتا وبعد كده ساين ثيتا بارشل بارشل ثيتا بلس 1 اوفر ساين سكوير ثيتا بارشل 2 باي بارشل فاي سكوير. اوكي، ده اللي هو الديفرنشال اوبريتور اللي هو الانجولار مومنتم سكوير في الكوانتم ميكانكس، وانا عايز اجيب الايجن فاليو بروبلم بتاعته، فانا عايز اعمل كده، عايز لامدا سكوير ابساي. طبعا لان هو فانكشن في الثيتا والفاي بس يبقى ديت ابساي، انا ممكن ما اسمهاش ابساي بقى، ممكن اسميها مثلا واي اللي هي فانكشن في الثيتا والفاي، انا عايز ده يساوي سام نمبر تايمز واي فانكشن في الثيتا والفاي، وانا عايز اجيب الواي وعايز اجيب الميو، صح؟ طبعا اول حاجه هتيجي في بالك لما تبص على الديفرنشال اوبريتور ده، طبعا الديفرنشال اوبريتور ده هو في جزء فانكشن بس في الثيتا في جزء فانكشن بس في الفاي، لما اقسم يعني لما اضرب في ساين سكوير ثيتا يعني، فانا برده ممكن اكتب السوليوشن بتاعي اللي هو واي ثيتا فاي بتساوي كده سام فانكشن في الفاي تايم سام فانكشن وليكن مثلا ام في الثيتا، او خلاص سوري يعني بيج ثيتا في الثيتا يعني، وعوض في الديفرنشال ايكويشن ديت يعني، هتلاقي انك انت هتسيبريت الفاي ايكويشن لوحدها بنفس الطريقه يعني، فهتحصل على نفس المعادله دي. اوكي، فانت سولفنج الايجن فاليو بروبلم بتاعت ال L، طبعا انت فين عندك فاكتور في اتش سكوير، صح؟ لانك انت الاوبريتور ده مش هو الاوبريتور ده، فانت ممكن تقسم على اتش سكوير يعني،
يعني سمي الاوبريتور ده ماينس اتش سكوير تايمز ال ال صح. فانت هنا في عندك ماينس اتش بار سكوير تايمز ال ال. انا عايز احل الايجن فاليو بروبلم ده صح. الجزء ده هو الجزء ده مظبوط كده. هي الفكره بس في الفاكتور. فانا ممكن بقى اقسم الميو ديت على اتش بار سكوير يعني واسمي دي كده على بعضها اللامدا يعني. فهي اللامدا اللي هنا هي بتاعت هي واتيفر الرقم هتحصل عليه هنا الميو هتبقى اتش بار سكوير تايمز الرقم ده. هو بعد شويه يطلع ان الرقم ده اللي هو ال في ال بلس 1 يعني. فانت هتحصل على الجندر او دي اي لو عملت سيبريشن اوف فاريبلز في السفيريكال كووردينتس وبصيت على سوليوشن بتاعت الانجولار ايكويشن او جيت تحل الانجول الايجن فاليو بروبلم بتاعت ال سكوير اوبريتور صح كده. في الحالتين هتحصل على نفس الكلام ده فعلا يعني. تمام فكده ده اناف كموتيفيشن. وبعد كده بقى نبدا نحاول نحل المعادله ديت. انا عشان احل المعادله دي انا هعمل تشينج اوف فاريبل بسيط جدا يبسط لي المعادله. ايه هو بقى؟ خلي بالك انا في السفيريكال كووردينتس فانا الرينج بتاع الثيتا هي بتنتمي للزيرو والباي صح كده. فانا عندي برضو فانا هعمل ايه بقى؟ انا هعرف فاريبل جديد اكس ما هواش الاكس بتاع كارتيجيان كووردينتس بتاعت اكس واي وزي. انا بس هسميه اكس اوكي. الاكس ده هيساوي كوساين ثيتا طبعا لانك انت الثيتا بتروح من زيرو لباي هتلاقي ان الاكس ده بينتمي للانترفال ديت يعني. احنا عايزين بقى نكتب الايكويشن دلوقتي بدلاله الفاريبل اكس ده. فعشان اعمل كده لازم احول كل حاجه في الايكويشن واكتبها بدلاله الاكس صح. طبعا انت عندك ساين ثيتا بس انت عارف ان ساين ثيتا بتساوي سكوير روت 1 ماينس كوساين سكوير ثيتا فده بيساوي سكوير روت 1 ماينس اكس سكوير. دي اول حاجه. ومثلا انت عندك ديريفاتيف وذ ريسبكت تو ثيتا فعندك مثلا دي باي دي ثيتا ديت بتساوي دي باي دي اكس بعد كده دي اكس باي دي ثيتا صح. بس دي اكس باي دي ثيتا من هنا هتديك ماينس ساين ثيتا وبعد كده دي باي دي اكس صح. بس ساين ثيتا انا جبتها فده كده الديريفاتيف ديت مايله ماينس سكوير روت 1 ماينس اكس سكوير وبعد كده دي باي دي اكس. وكذلك برضو طبعا انت كده خلاص جبت الفيرست ديريفاتيفز فانت ممكن تعوض بقى في المعادله وتبسط هتلاقي انك انت المعادله في الاخر خالص هتقول للشكل ده 1 ماينس اكس سكوير دي 2 ثيتا باي دي اكس سكوير ماينس 2 اكس دي ثيتا باي دي اكس ماينس ام سكوير على 1 ماينس اكس سكوير ثيتا بلس لامدا ثيتا بتساوي صفر يعني. طبعا دلوقتي الثيتا البيك ثيتا ديت هي كانت فانكشن في الثيتا بس هي دلوقتي فانكشن في الاكس لان الثيتا بتساوي ريت الاكس من هنا يعني مظبوط يا جماعه. فعشان كده انا اسميها بي يعني بي اوف اكس يعني. ولو انا عايز اجيب الثيتا اعوض في الاخر خالص لو انا جبت البي اوف اكس ديت كفانكشن اشيل الاكس واحط كوساين ثيتا يبقى انا حصلت على السوليوشن اللي بدور عليه يعني. هسميها P of X وديت P of X وديت P of X بس كده. طبعا الـ equation ديت زي ما هي كده بتديبند على حاجتين. في بارامتر هنا اللي هو الـ Eigen Value ده اللي أنا بدور عليه من البداية بقى لو أنا بتكلم على الـ L square Eigen Value Problem أو لو على المسألة ديت. وفي نفس الوقت في عندك البارامتر ام ده اللي انا عارفه من السنجل فاليو ديز بتاع الفاي سوليوشن الام دي بتساوي 0 بلس ماينس 1 بلس ماينس 2 اتسترا يعني. فطبعا ابسط حل في الدنيا للمعادله ديت هي لما يكون الام بكام؟ لما يكون الام ب 0 صح؟ طب فانت بقى فور ام ايكوال 0 خلي بالك الفاي سوليوشن كان كده اي تو ذا باور اي ام فاي واحنا دلوقتي بندور على سوليوشن للاوريجينال بروبلم اللي كان بالشكل ده بساي ار ثيتا فاي كان بالشكل ده. عندك فانكشن فاي في الليتل ار وبعد كده عندك فانكشن ثيتا في الثيتا وبعد كده عندك فانكشن فاي في الفاي صح. فطبعا لو الام بتساوي صفر يبقى الفاي ب1. فانت السوليوشن اللي بتدور عليه دلوقتي اسمه الازيموتالي سيمتريك سوليوشن. انت بتدور على السوليوشن بتاع لابلاس او هيلمهولتز او شرودنجر اللي هو لا يعتمد على الليتل فاي صح اللي هو كده يعني. ف
فده اول حاله. طبعا لو الام بتساوي صفر الترم ده هيدروب اوت. لو الترم ده دروب اوت يبقى انت باك تو واتس كولد لجندر او دي اي، تمام، اللي هو دوت الام ترم. بعد ما نحل المساله لام ايكوال زيرو لازم نرجع ونحل المساله فور اني ام. ساعتها انت بتدرس ديفرنشال ايكويشن اللي هي ديت اللي بيسموها اسوشيتد لجندر او دي اي، دي برضه هنحلها. فاحنا الاول حاجه هنحل الكيس اللي هي السمبل اللي هي الام بتساوي صفر اللي هي بدينا لجندر يعني. وانت عند السمبل كيس هي عندك مساله كده 1 minus x square d2p by dx square minus 2x dp by dx minus lambda p بتساوي صفر. طبعا انت لو بتتكلم بقى على classification of singular points بتاعت الassociated لجندر ديت هتلاقي الاكس بتساوي 1 وminus 1 هتبقى مشكلة، لانك انت اكشلي لو انت حاولت تحل المساله ديت بالباور سيريس ميثود هتلاقي المساله فيري فيري كومبليكيتد بسبب الترم اللي في الدينومينيتور ده، يعني مش هيديك نايس ريكرنس ريليشن، بس دي احنا هنعالج المساله دي كمان شويه يعني. بس فور ناو احنا خلاص الترم ده مش موجود معانا يعني. فتعالى بقى نحاول نحل المساله ديت اللي هي اسمها لجندر او دي اي. احنا هنحل المساله ديت اندر ذا كونديشن ان السوليوشن يبقى فاينايت. فين بقى؟ طبعا خلي بالك الفيزيكال بوينتس بتاعتي اللي هي عند الثيتا بتساوي صفر والثيتا بتساوي باي اللي هم الباوندريز بتاعت الانترفال دي، اي هاف تو ميك شور اللي هم بيظهروا الثيتا بتساوي صفر والثيتا بتساوي باي بيظهروا في المعادله ديت كريجولار سنجولار بوينت للمعادله دي كفانكشن في الاكس، صح؟ خلي بالك لو في اي تشانس ان السوليوشن يدايفرج ده بيحصل عند الريجولار سنجولار بوينتس، فاحنا وي بيتر ميك شور ان السوليوشن اللي هحصل عليه هو فاينايت عند اكس بتساوي 1 وماينس 1، لان ده بيترانسليت ان السوليوشن يبقى فاينايت عند 0 باي، عند الثيتا بتساوي 0 باي اللي هم تو فيري يعني اوردينري بوينتس في السفيريكال كوردينتس يعني، صح؟ فانا هسولف المعادله ديت اندر ذا اسامبشن ان بي بلس ماينس 1 ديت تبقى فاينايت. اوكي، و هحل المعادله ازاي بقى؟ هستخدم اللي هي فوربينس. فوربينس بقى هنكتب بقى السوليوشن كده بي اكس بتساوي سام جي من 0 انفينيتي وبعد كده اي جي اكس جي بلس اس، وبعد كده اروح معوض السوليوشن ده في الديفرنشال ايكويشن، وبعد كده اجيب بقى ايه ريكورنس ريليشن يعني، تمام. طبعا قبل الريكورنس ريليشن انا محتاج اجيب اللي هي الانديشال ايكويشن اللي هي ايكويشن فور اس. الايكويشن بتاعت الاس هتيجي من ذا سمولست باور اوف اكس، يعني لما تعوض الترم او السيريز ديت في المعادله وتجمع الحاجات. فطبعا اقل باور للاكس هتيجي من كام؟ هتبقى بكام؟ حد شايف دلوقتي اكس؟ لما طبعا انت هتعمل ايه؟ انت هتعوض ده هنا وبعد كده تيكويت اللي هي الكوفيشن بتاعت الايكوال باورز اوف اكس بالزيرو او امبوس سايدز يعني، صح؟ فاقل باور هتبقى طبعا انت هتفاضل مرتين لما تضرب 1 في 1 هيديك مرتين، فهيديك ايه بقى؟ جي بلس اس ماينس 2، بس هتحط جي بزيرو، صح؟ يبقى عندك اللي هي اقل باور اللي هي الباور اللي هي اكس اس ماينس 2، صح؟ مش هيجي لك اكس ماينس 2 من اي حته ثانيه، صح كده؟ يعني بص اول اقل باور في السيريس هتبقى كده حاجه زي كده اكس جي بلس اس ماينس 2، لما تفاضل الترم يعني 1 في دي 2 بي باي دي اكس سكوير لما تفاضل ده مرتين هيخلي لك ديت جي بلس اس ماينس 2، صح؟ وبعد كده انت صمم على الجي، فعشان تقلل الباور خد الجي بزيرو يعني، صح؟ فانت اقل باور هي الجي بزيرو، صح؟ الكوفيشن بتاع الترم ده لو انت عوضت يعني، ودي حاجه طبعا سهله جدا، يبقى كده اس اس ماينس 1 في اي 0، ده طبعا لازم يساوي الصفر، صح؟ النكست سمولر باور اللي هي اكس اس ماينس 1 هتلاقي ان الكوفيشن بتاعها هو كده اس اس بلس 1 تايمز اي 1 ديت برضو لازم بتساوي 0 يعني. لو انت بصيت بقى على الانديشال ايكويشن تقول لك الاس بتساوي 0 اور الاس بتساوي 1. لو الاس بتساوي 1 then you immediately force الاي 1 بزيرو، ملوش اي حل تاني، صح؟ ده من المعادله ديت. انما لو الاس بتساوي 0 there is no condition على الاي 1، فانا ممكن اسيت الاي 1 لاي convenient value انا عايزها، فانا هسيت الاي 1 بزيرو بقى برضه consistently يعني، وهتشوف ليه التشويس ده هو اللي هيطلع لك السوليوشن اوتوماتيكالي ايفن اور اود.
لو كنت خدت الاي 1 ده مش بزيرو وسبت الاي 1 ده اربيتري كان هيطلع لك السوليوشنز لا ايفن ولا اود، يو هاف ميكسد سيمتري فلازم تعمل لينير كومباينيشنز والكلام ده يعني. بس انا من البدايه لانك انت لو الاس بتساوي دي زيرو ذير از نو كونسترين على الاي 1 فانا هسولف المعادله باي 1 ايكوال زيرو في الحالتين. الحاله ديت اي ام شور اي 1 ايكوال زيرو، الحاله الثانيه اي كان سيت اي 1 تو زيرو من غير اي فايوليشن لاي كونسيستنت كونديشن يعني. فده هيفورس الاي 1 للزيرو يعني. اوكي طيب الخطوه الثالثه بقى ان احنا نجيب ريكرنس ريليشن يعني which is very very simple to do يعني وانا مشور انك انت يعني جربتها قبل كده كتير. فهتلاقي ريكرنس ريليشن تطلع لك تبقى كده a j plus 2 بتساوي j plus s j plus s plus 1 على j plus s plus 1 j plus s plus 2 وهنا minus lambda aj دي ريكرنس ريليشن. اوكي طبعا دلوقتي انت عندك تو فاليوز للاس صح، فمثلا 4 اس ايكوال 0 فور اس فور اس ايكوال 0 الريكرنس ريليشن هتبقى كده اي جي بلس 2 بتساوي جي جي بلس 1 ماينس لامدا سوري على جي بلس 1 جي بلس 2 وهنا اي جي صح. خلي بالك دلوقتي الريكرنس ريليشن ديت سواء فور اس ايكوال 0 اور اس ايكوال 1 هي بتربط الجي بلس 2 كوفيشنت بالجي كوفيشنت. احنا اتفقنا ان الاي 1 ايكوال 0 صح، فطالما الاي 1 ايكوال 0 يبقى الاي 3 ايكوال 0 الاي 5 ايكوال 0 والاي 7 ايكوال 0. فانت من البدايه خالص بالتشويس ده انا ما عنديش اي اود كوفيشنتس صح، فانت ده فاكت ان الاي ايكوال 0 ده هي فورس ان الاي 3 بيساوي اي 5 بيساوي اي 7 بيساوي اي 2 جي بلس 1 كل ده بيساوي صفر. مظبوط كده كل الاود كوفيشنتس بتساوي 0. خلي بالك فور ذس ريكرنس ريليشن انا بدور على السوليوشن ده بي اوف اكس بتساوي كام بقى سام على جي من صفر لوات ايفر لايه بقى لاي جي اكس جي مفيش اس بقى وير كل الجهات ديت ايه بقى ايفن صح، لانك انت طبعا اول ترم في السيريز ديت لو انت كتبت السيريز دي بالتفصيل عندك بي اكس اول ترم هيبقى ايه لما الجي بصفر اللي هو الاي زيرو. خلي بالك يو كانوت مش ممكن تقول ان الاي زيرو بتساوي صفر، ده الفيرست نون فانيشنج ترم في السيريز يعني. هيبقى في عندك اي زيرو صح بلس اول ترم اي 1 بصفر اول ترم اللي هو الاي 2 ده مضروب في اكس سكوير بعد كده اي 3 بصفر بعد كده اي 4 ده مضروب في اكس ذا باور 4 اتسترا يعني اتس ا سيريز ويز ايفن باورز ان اكس صح. معنى كده انت لو بدلت اكس بماينس اكس مش هتتغير فده سان ايفن سيريز صح. فيري جود. السؤال بقى احنا عايزين نجيب بقى الكوفيشنز ديت يعني اكشلي قبل ما نجيب الكوفيشنز ديت اي هاف تو ميك شور ان السيريز ديت فاينايت عند ال1 و -1 يعني ايه اللي بيحصل عند الاكس بتساوي بلس ماينس 1. فطبعا يعني اول حاجه ممكن تعملها ممكن تعمل اللي هو ريشيو تيست، ممكن تجيب الريشيو ما بين الجي بلس 2 كوفيشنت على الاي جي كوفيشنت فور فيري 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 لارج جي. خلي بالك اللامدا از ريل نمبر لان ال ده هيرميشن يعني، فانت فور اني ريل نمبر لامدا ممكن اختار ان جي اكبر بكتير جدا جدا يعني، فانا ممكن اضرب اللامدا وذ ريسبكت تو ذيس تيرم يعني. فيبقى في عندك جي سكوير فوق طبعا جي سكوير بلس جي بس جي سكوير فور لارج جي اكبر من جي وكذلك هنا جي سكوير يعني، فتلاقي ريشيو تيست مش كونكلوسيف يعني هديك 1 يعني فور لارج جي. فانت عايز تيست الكونفرجنس تيست ثاني اسمه جاوس تيست انا ما اعرفوش او ناسيه، فحضرتك لو عملت الجاوس تيست ده هتلاقي ان السيريز فعلا بتدايفرج. اوكي ان السيريز ديت بتدايفرج الدايفرجز باي جاوس. على فكره جاوس تيست مشروح في شابتر 1 في ارفكن يعني اللي عايز يروح يقراه يعني تمام، بس ما حدش سالني بقى بجد يعني انا فعلا مش عارف اتشيك التيست ده يعني تمام. فخلاص يبقى دلوقتي بقى انت هاويفر انت بالديماند ده ما ينفعش يبقى سوليوشن في كوانتم ميكانكس، لانك انت لو البي بتدايفرج عند الاكس بتساوي 1 وماينس 1 يبقى الثيتا بتدايفرج عند الليتل ثيتا بتساوي 0 باي which doesn't make any sense يعني. فانت لازم تعمل اي حاجه تخلي السيريز ديت تترانكيت. Your series will truncate if it happened ان اللامدا ديت بتساوي انك انت لما تمشي في الجي بقى تكاونت تلاقي ان الجي مثلا اختارت رقم ال
واللامدا ديت كانت بتساوي ديس ال في ال بلس 1 يعني صح. يعني لو اللامدا بتساوي ال في ال بلس 1 وال ده از ان ايفن انتجر صح، اذا لما جيت اخد ال ال ديت النيوميريتور هيبقى بصفر صح. ال ايفن بوزيتيف انتجر، لانك انت جي از الاود اونلي تو تيك ايفن بوزيتيف انتجرز 0 2 4 6 8. فلو اللامدا بتساوي سم ايفن بوزيتيف انتجر في ال بلس 1 ذن لما جي هتهيت ديس ال ساعتها يبقى هنا عندك برضو يبقى ديت ال في ال بلس 1. لما جي بقى تساوي ديس ال يبقى الترم اي ال بلس 2 هيساوي كام؟ ال2 بلس 0. يبقى ال بلس 4 بيساوي 0 وكل السبسيكوينت ترم بيساوي 0، يبقى ذن ترانكيتد السيريس عند ال ترم صح. يبقى ساعتها كده هتلاقي السيريز ديت هتترانكيت لحد ايه بقى؟ اي ال اكس تو باور ال، لانك انت اي ال بلس 2 من هنا بيساوي 0 يعني. تمام كده يا جماعه؟ يبقى انت بقى السم الفيرست كيس لما يكون اس بتساوي صفر هتحصل على سوليوشن which is a polynomial of degree l which is even even degree polynomial. يبقى الفيرست سوليوشن فور لامدا بتساوي ال ال بلس 1 وال ال ديت ايفن، ده يديك بي انا اسميها بي ال اكس بتساوي سم على الجي من 0 ل ال اي جي اكس باور جي يعني ال ديجري بولينوميال. طبعا اوبفيسلي بقى ان البي ال اكس ديت بي ال ماينس اكس بتساوي بي ال اكس صح. طيب الكيس الثانيه بقى لما يكون الاس بتساوي 1 تمام. لو الاس بتساوي 1 هنمسح ده كله بقى لو الاس بتساوي 1 هتعوض في الريكورنس ريليشن ديت. لو الاس بتساوي 1 هتحصل على المعادله دي جي بلس 1 جي بلس 2 على جي بلس 2 جي بلس 3 ماينس لامدا اي جي. برضو بالدايفيرج بالجاوس تيست فلازم سام هاو تترانكيت السيريز ديت. برضو خلي بالك جي از ستيل ايفن، جي ايفن من البدايه لانك انت كل الاود كوفيشن دي بتساوي صفر يعني صح، حتى مع الاس ايكوال 1 ستيل انا الاي 1 بيساوي صفر. فبرضو دي السيريس والترانكيت لو كانت اللامدا بتساوي سم ايفن انتجر ال بلس 1 في ال بلس 2 وير ال ايفن ايفن انتجر بنفس القصه على فكره يعني صح. خلي بالك السوليوشن دلوقتي هو عباره عن كده بي اكس بيساوي ايه بقى؟ بيساوي اي 0 بلس، خلي بالك السوليوشن دلوقتي هو ده بي اكس بيساوي سم على جي من 0 لاي جي x ذا باور جي ايه بقى؟ بلس 1. فانت عندك a0 لا a0 مضروب في حاجه؟ مضروب في x. a0 x بلس ايه بقى؟ a1 ب0. انت عندك a2 مضروب x كيوب صح؟ بلس a a3 ب0 فكده النكست ترم اللي هو a4 مضروب في x ذا باور 5 انفينيت سيريس يعني صح؟ دلوقتي بقى if it happened ان اللامدا بتساوي sum even integer plus 1 times even integer plus 2 then لما الـ j هتهيت this l which it can لانها الـ j بتران على كل الـ possible even integer and then ultimately هتهيت this l السيريس والترانكيت صح؟ مظبوط كده يا جماعة؟ طبعا اللامدا بتساوي even integer plus 1 في even integer plus 2 فأنا ممكن أكتبها كده اللامدا بتساوي l tilde في l tilde plus 1 وير ال ال تلدا ديت هي اود صح. وساعتها هديك سيريس بي ال اوف اكس او ال تلدا اوف اكس يعني بتساوي كده سم على الجي من صفر وبعد كده اي جي اكس باور جي بلس 1 صح كده ديجري ال تلدا بولينوميال برضو يعني صح. يبقى انت عندك السوليوشن بتاعتك هي يا اما ال ايفن اور اود
even degree polynomial or odd degree polynomial. فانا اصلا مش محتاج احط التلدس دي اصلا يعني. صح؟ فانت كده ممكن تديكلير ان البوسيبل فاليوز بتاعت اللامدا هي L في L plus 1 where the L is even or odd and the solution بتاعك هو even polynomial or odd polynomial depending على ال even or odd يعني. بس تمام؟ طبعا لو هي odd بقى, لو البولينوميال is odd in L, يبقى ساعتها في L minus X هتساوي minus P L of X. فانت in general بقى whether P is odd or even هتلاقي ان السوليوشن بتاعك يبقى دلوقتي ممكن بقى اجمع التو ستيتمنتس مع بعض واقول لك ان ال P L minus X بتساوي بقى ايه علاقتها بال P L X سواء ال L even or odd, هي بتساوي minus 1 to the power L. لو ال L is even number يبقى انت بتتكلم على even solution, لو odd number بتتكلم على odd solution يعني. خلي بالك it will turn out ان X تروح لماينس X ديت, لو رجعتها للفيزيكال سبيس هتلاقي معناها انك انت الثيتا بتروح لباينس لباي ماينس ثيتا اللي هو انت بتعمل ريفليكشن. تمام, ودي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه يعني. بس انا عشان اتكلم على الفول انفرجن في السفيريكال كوردينتس لازم اعمل بقى الاكشن على الار والثيتا والفاي. تمام, فلازم احل الفول اسوشيتد لجندر ايكويشن يعني. تمام, دلوقتي بقى فيري جود, اي فاوند سوليوشن اللي هي لجندر او دي اي اللي فيها ام بتساوي صفر, تيرند اوت تو بي ايفن اور اود ديجري بولينوميالز يعني. تمام, فاينايت عند اكس بتساوي 1 وماينس 1 يعني. دلوقتي بقى احنا عايزين نحل اللي هي الاسوشيتد لجندر او دي اي. فهنرجع بقى للمعادله الاصليه خالص. انا هلحق اخلص اكيد يعني. انا بتكلم بقى المعادله ديت 1 ماينس اكس سكوير بي دبل برايم اكس ماينس 2 اكس بي وير برايم از ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو اكس بلس لامدا ماينس ام سكوير على 1 ماينس اكس سكوير بي بيساوي صفر. تمام, طبعا لو انت بتتكلم على الاوريجينال لجندر او دي اي انت هتسميها بي سبسكريبت ال لو انت الترم ده مش موجود اللي هي البي سبسكريبت ال. دلوقتي بقى انت هتسميها بي ام ال لانها غالبا هتعتمد على اللامدا وعلى الليتل ام يعني. تمام, احنا عايزين برضو نحاول نحل المعادله ديت بالباور سيريس ميثود يعني. اف يو تراي هتلاقي المساله صعبه جدا بسبب الترم ده يعني. فانت قبل ما تبدا تحل المساله بالباور سيريس في تشينج اوف فاريبلز او في كده تريكه بسيطه جدا ممكن تسمبليفاي الايكويشن دي. ازاي بقى؟ احنا هنكتب البي ديت, هكتبها كده 1 minus x square m over 2 times another curly p. صح, هي trial and error. هو انت بس عايز تخلص من الترم ده, انت عايز تكتب nicer equations for the curly p يعني. صح, فطبعا انت محتاج تجيب الدريفاتيف بتاعت البي بي برايم, سهله جدا, تجيب السكند دريفاتيف وبعد كده تعوض في المعادله وتشوف ايه اللي هيحصل. لو انت عملت كده يطلع لك معادله بالمنظر ده 1 minus x square وبعد كده p دبل برايم ماينس 2 اكس ام بلس 1 بي برايم بلس لامدا ماينس ام بلس 1 كل ده بي بتساوي 0. خلي بالك دلوقتي بيفور حتى اي ستارت سولفنج الاسوشيتد لجندر او دي من البدايه خالص انا عارف ان المعادله بتعتمد على ام سكوير مش ام. صح, المعادله اس انسنسيتيف للساين بتاع ليتل ام. فانت بي شور ان اي ستيتمنت يو ويل ميك فور ام ات ويل كاري اوفر فور ماينس ام لان المعادله بتعتمد على ام سكوير. فاحنا دلوقتي اي كونسترين هيجي في الام ات ويل بي فاليد لو انت بدلت الام بماينس ام. مظبوط كده, ده هيبقى مهم بالنسبه لنا كمان شويه. دلوقتي بقى this equation actually looks very familiar, actually it looks يعني يعني easier to solve using the power series يعني. فبرضه نفس القصه هكتب power series solution للكيرلي بي وبعد ما اجيب الباور سيريس سوليوشن اعوضه هنا عشان اجيب البي. فهنكتب البي كده sum على الجي من صفر برضه وبعد كده اي جي اكس جي بلس اس واعوض في المعادله واحصل على initial equation. الانديسيال equation برضه نفس القصه, تقول لك اس بتساوي صفر, اس بتساوي 1. الكلام ده مشروح في ارفكن بتفصيل في التشابتر بتاع الجندر, هتلاقي فيه تشابتر كده في السبيشال فانكشن اسمه الجندر ديفرنشال ايكويشن يعني. فلو انا عملت كده برضه هيطلع لك الانديسيال ايكويشن بالمنظر ده A0 S S-0 بتساوي 0 والمعادله الثانيه A1
اس اس بلس 1 بتساوي 0، فانت عندك هنا اس بتساوي 0 اور اس بتساوي 1. لو الاس بتساوي 1 اي 1 از ايدنتيكال 0، لو الاس بتساوي 0 وي كان سيت اي 1 ل 0 براحتنا. هيطلع لك ريكرنس ريليشن بالمنظر ده، اي جي بلس 2 بتساوي جي سكوير بلس 2 ام بلس 1 تايمز جي ماينس لامدا بلس ام ام بلس 1. ده النيوميريتور، وبعد كده هنا اي جي، وبعد كده جي بلس 1 جي بلس 2. طبعا انت بتحل المعادله ديت اللي فيها الاكس ايكوال 1 وماينس 1 برضو ريجولار سنجولار بوينتس، فانت برضو يو هاف تو ميك شور ان السوليوشن از فاينايت. طبعا انت لازم تتاكد ان السوليوشن از فاينايت على كل الانترفال ماينس 1 ل 1. هي الفكره الريسك كله بيجي من الاكس ايكوال بلس ماينس 1 اللي عندها المعادله بديفلوب ريجولار سنجولاريتيز يعني. فاول حاجه برضو يو نيد تو تشيك ان البي كاليجرافيك ديت او الريكرنس ريليشن ديت بتديك كونفرجنت سوليوشن. لو انت عملت الجاوس تيست برضو هتقول لك ان السيريز جيفن باي ديس كوفيشنتس برضو بتدايفرج، فانت لازم تترانكيت السيريز. فانت طبعا ترانكيت السيريز ازاي؟ نفس القصه، لو حصل ان في فاليو اوف جي تصفر النيوميريتور، صح؟ طبعا انت عايز تجيب الفاليو اوف جي اللي هتصفر النيوميريتور يعني، فانت ممكن هتعمل ايه بقى؟ خلي بالك الامات هم الستيل 1 ماينس 1 0 اتسترا يعني كوادراتيك ايكويشن فور جي اكزاكتلي. بس عشان تسهل الدنيا على نفسك خلي بالك اللامدا ديت انا ممكن اكتبها كده، اللامدا از ريل نمبر، فانا ممكن اكتبه كده ال L plus 1 where L could be a complex number. انا دايما اقدر اعمل كده لانك انت انا ممكن الاقي such an L بان انا احل الكوادراتيك equation ديت plus L minus لامدا بتساوي صفر. اديني اي real number لامدا هعوض في المعادلة ديت واجيب لك ال L. in general L ممكن تبقى complex مفيش اي مشكلة، انا خلاص انا in advance كده without loss of generality L could be complex يعني، صح؟ فانت هنا كده ديت L. طبعا احنا عرفنا ديت لان احنا اصلا من البداية عارفين الاجندر يعني ODE العادية L L plus 1. هي الفكرة انك انت لو عملت البارامترايزيشن ده هتلاقي ان المعادلة وعبها حالات الكوادراتيك ايكويشن فور جي. خلي بالك الجي انت صح انت هتحل الكوادراتيك ايكويشن في الجي، بس نيفر فورجيت ان الجي هي ايه بقى؟ ايفن انتجر. لان انا خلي بالك انا حطيت الاي 1 بصفر اللي هو سيت الاي 3 بصفر والاي 5 بصفر، فانت هنا الجي از ايفن انتجر. فانت لما تحل الكوادراتيك ايكويشن ديت لازم تميك شور ان ال، طبعا الكوادراتيك ايكويشن السوليوشن بتاعها هيعتمد على ال والام وعلاقه ما بينهم يعني، فانت لازم طبعا السوليوشن ده هيديك فاليو اوف جي، لازم تميك شور ان الفاليو اوف جي ديت ايفن انتجر يعني. فهتلاقي السوليوشن بقى كده يعني ال ماينس ام. اوكي، فده يقول لك ان ال، طبعا استحاله ال تبقى كومبلكس دلوقتي لان ديت انتجر، اللي خلي بالك الام 0 بلس ماينس 1 بلس ماينس 2، فلازم ال تبقى انتجر يعني، صح؟ ولازم ال تبقى اكبر من او تساوي الام. مظبوط كده. وطبعا ال الجي از ايفن، صح؟ فلازم الام والال يبقوا ليهم نفس الباريتي يعني، لو ديت اود تبقى ديت اود ولو ديت ايفن تبقى ديت ايفن. بس ده بيحصلش، بيحصل ساعات في كوانتم ميكانكس ان ال ب2 والام ب1، صح؟ هو الكونديشن الثاني هتجيبه لما تاخد الاس ايكوال 1، لما الاس ايكوال 1 هيقول لك ان ال والام ليهم اوبوزيت باريتي، فانت هتريكفر كل البوسيبيليتيز يعني، صح؟ هاويفر من هنا خلاص انت عرفت ان ال اكبر من الام، ده الكونديشن. بس احنا قلنا ان اي كونديشن هنجيبه ل ال لام هي ابلاي لماينس ام، صح؟ فيقول لك ان ال برضو اكبر من ماينس ام، اللي هو بيترانسليت ان الام اقل من او تساوي ال وكده يعني، صح؟ العكس، سوري العكس، العكس يعني، يعني اللي هو الكونديشن احنا جبناه الجبرايكلي زمان من اللي هو اللادر اوبريتورز والكلام ده كله يعني. هي في تريكه ثانيه ممكن تحصل يعني تخليك تحصل على نفس الكونكلوجن برضه موجوده في كتاب بتاع عارف كين يعني، بس اعتقد هو لحد هنا اتس انف يعني. طبعا ستيل بقى انا عايز بقى ارجع وعوض هنا عشان اجيب اللي هي الاسوشيتد لجندر بولينوميال. سبب بقى انت ايه؟ خلاص انت ترانكيت السيريس عند جي بتساوي ال، فيديك بولينوميال كده بي تعتمد على الام وتعتمد على ال، لان ديت بتعتمد على الام وديت بتعتمد على ال يعني. اوكي، هي بي في برضو طريقه يعني ممكن اقولها آه
هي حاجة مش صعبة خالص. بص احنا عايزين نحل ايه؟ احنا عايزين نحل المعادلة ديت. انهي معادلة؟ المعادلة دي صح؟ اللي هي ديت. اوكي؟ ديت اللي اسوشيتد لجندر. اللي احنا فعلا حليناها، انت جبت ريكرنس ريليشن خلاص وعرفت ايه هي البوسيبل لامداز. اللامداز بتساوي ال في ال بلس 1، وال ديت اي بقى بوزيتيف نمبر، بوزيتيف انتجر يعني، اتسترا. بص لو انت بقى خدت اللاجندر او دي اي العاديه اللي هي ديت، اللي هي من غير ام، اللي هي 1 ماينس اكس سكوير بي دبل برايم ال ماينس بي دبل برايم ال ماينس 2 اكس بي برايم ال بلس ال ال بلس 1 ديت اللامدا بقى اللي احنا جبناها تايمز بي ال بيساوي صفر. ديت اللي هي الاو دي اي العاديه من غير ام بيساوي صفر اللي احنا حليناها، وعارفين ان السوليوشن بتاعك ال ديجري بولينوميالز ايفن اور اود صح، واللامداز بتساوي ال في ال بلس 1. دلوقتي بقى اكشلي اف يو ديفرينشيت الايكويشن ديت ام تايمز، تمام، وعرفت اليو الفانكشن يو كده دي ام باي دي اكس ام بي ال اكس صح، يو كان اكشلي بروف ان الايكويشن فور يو بقى هتبقى كده 1 ماينس اكس سكوير يو دبل برايم ماينس 2 اكس ام بلس 1 يو برايم بلس ال ال بلس 1 ماينس ام ام بلس 1 تايمز يو بتساوي صفر. هي الاسباب بتاعها بيريلاي على ايدنتي كده، لما ديفرينشيت برودكت اوف تو فانكشنز ام تايم، موجوده في ارفكن في الشابتر اللي بقول لك عليه بتاع الجندر ده تقريبا شابتر 11. فانت فعلا لو انت خدت الجندر او دي اي العاديه اللي ما فيش فيها اي ام وديفرينشيتد ام تايمز، خلي بالك الام ده از انتجر لان انا بديفرينشيت ام تايمز بوزيتيف انتجر صح، هتحصل على المعادله دي صح. دلوقتي بقى if you compare this equation للايكويشن ديت، ده يقول لك ان البي، يقول لك ان ان البي الكاليجرافيك بي ديت هي بتساوي دي ام باي دي اكس ام بي ال اكس صح، اللي انا اسميها بي ام ال بقى صح، لما يكون اللامدا بتساوي ال ال بلس 1 صح. لو انت قارنت ديت بديت مظبوط، ديت اللي احنا مسمينها ام ال يعني ام ال ام ال ام ال. اوكي فيري جود. وبعدين طبعا بقى انت عارف دول هم ايه صح، انت عارف ان دول هم ديجري ال بولينوميالز. بص البي ال ديت اكس هي بولينوميال اخر ترم فيها هو اكس زو باور ال صح، وانت بتهيت البولينوميال ديت بديفرينشيشن ام تايمز يعني. فانت your only chance of having non zero solution هي ان ال ال تبقى اكبر من او تساوي الام برضه. فانت بالطريقه دي برضه يمكن شو ان ال ال اكبر من او تساوي الام صح، لو انت مش عاجبك الطريقه بتاعه الريكرنسيليشن وانت تجيب كوادراتيك ايكويشن وكده يعني. بس اجين برضو any result you obtain for m هات كاري اوفر فور ماينس m، بيقول لك برضو l اكبر من او تساوي ماينس m and then you are done يعني. اوكي طيب ايه الادفانتج بقى بتاع الحته ديت؟ الادفانتج بتاع الحته دي بقى هو الاتي، خلي بالك السوليوشن اللي انا انترست فيه من الاول هو ده الكاليجرافيك بي ديت، كانت ميدل ستيب عشان احصل على البي ام ال عشان اخلص من الترم ده يعني. فانا تعالى نرجع لده ونعوض كل حاجه. بص انا السؤال اللي عايز اجاوب عليه دلوقتي، ايه اللي هيحصل للفول سوليوشن ده لما اودي الاكس الماينس اكس، واقول لك ليه ده فيري فيري امبورتنت في كوانتم ميكانكس. وانا فاضل لي قد ايه؟ لسه نص ساعه صح؟ اوكي لسه 10 دقايق ولا تيفر يعني. دلوقتي بقى البي اللي هي ديت اللي هي الريجولار بي ديت اللي هي بي ام ال دي اهي، بي ام ال اكس بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 1 ماينس اكس سكوير باور ام اوفر 2 صح كده؟ وبعد كده عندك دي باي دي اكس ذا باور ام، وبعد كده ايه بقى؟ بي ال اكس صح؟ ديت احنا نسميها بي ام ال، which is actually very nice relation to obtain the associated Legendre polynomials. سوري هم مش polynomials طبعا لان ده مش polynomial صح؟ فانت knowing the Legendre polynomials العاديين ممكن تجدريت الاسوشيتد لاي ام يعني صح؟ فيري جود. دلوقتي بقى انا عايز اعرف البيهيفير بتاع البي
ام ال ديت لما ابدل اكس بماينس اكس صح. خلي بالك البي ام ال ديت اللي هي الثيتا ايكويشن اللي هي الثيتا اللي هي في الاخر لو انا عايز احصل الثيتا على الثيتا ديت صح على الثيتا اوف ثيتا ده بيساوي بي ام ال وعوض عن الاكس بايه كوساين ثيتا. انا التارجت بتاعي هي الثيتا از فانكشن. انا جبت الفاي انا عارف من البدايه ان الفاي كفانكشن في ليتل فاي بيساوي اي تو ذا باور اي ام فاي. انا بدور بقى على الحته ديت بس الحته دي احصل عليها لو عرفت دول هشيل بس الاكس واحط كوساين ثيتا. انا بقى عايز اعرف ايه اللي هيحصل لما اودي الاكس الماينس اكس لده. فتعالى بقى نتراك كل البيهيفير. طبعا الترم ده مش هيعمل لك اي حاجه لانك انت ده كوادراتيك في الاكس فانت مش هبيك اي تشينج من الترم ده لان ده اكس سكوير. انما البي ال اكس ايه البيهيفير بتاعها؟ ماينس 1 ذا باور ال. ادي اول حاجه ماينس 1 ذا باور ال فيري جود. طب الديريفاتيف لما بدل الام الاكس بماينس اكس ماينس 1 ذا باور ام فيري جود. يبقى ده كده الباريتي بتاع الاسوشيتد لجندر بولينوميال. تمام تعالى بقى نعمل بقى الحاجه اللي فعلا فيري امبورتنت في كوانتم ميكانكس. انا عايز اعرف بقى الباريتي بتاع الفول سوليوشن بتاع شرودنجر ايكويشن. خلي بالك انا بحل شرودنجر ايكويشن بالمنظر ده اللي هي ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير بلس سفيريكال سيمتريك بوتنشال ابساي ار ثيتا فاي بتساوي اي ابساي ار ثيتا فاي. فانا استخدمت سيبريشن اوف فاريبلز. السيبريشن اوف فاريبلز اقول لك ان السوليوشن ده ابساي ار ثيتا فاي بيساوي سام ريديال فانكشن في الار. الريديال فانكشن ديت ده بقى بيديبند على انهي بوتنشال. الريديال ايكويشن ديت فيها اربيتري فانكشن ال في اوف ار. وبعد كده عندك الثيتا ام ال ديت صح اللي هي فانكشن في الثيتا مظبوط كده اللي احنا كنا مسمينها زمان ايه ممكن نسميها ثيتا ام ال يعني. وبعد كده عندك الفاي اللي هي اي تو ذا باور اي ام فاي. الفاي ايكويشن طبعا فيري فيري سمبل حليناها ايميديتلي يعني. انا بقى عايز اعرف السوليوشن ده ايه البيهيفير بتاعه لما اعمل باريتي انفيرجن. يعني ايه اعمل باريتي انفيرجن؟ انا دلوقتي ادي كارتيجيان كوردينت سيستم بتاعي اهو ادي الاكس ادي الواي ادي الزي وادي الريديوس فيكتور بتاعي اللي هو الار صح. طبعا الباريتي في كارتيجيان كوردينتس از فيري سمبل اوبريشن. انت بتودي الاكس الماينس اكس الواي الماينس واي الزي الماينس زي. خلي بالك يا جماعه الاكس ديت ما هياش الاكس دي خالص صح. الاكس ديت اللي هي بتساوي كوساين ثيتا صح. فيري جود. بس انا ما استخدمتش كارتيجيان كوردينتس. خلي بالك انت لما بتعمل كده انت بتفليب البتاع ده الونج ذا اوريجين بتوديه هنا يعني اللي هو في الفيرست كوادرانت بيروح اتسيتر. انا بقى عايز اعرف الباريتي اوبريشن بتتعمل ازاي في السفيريكال كوردينتس يعني. طبعا في السفيريكال كوردينتس الليتل ار بيروح لايه بقى؟ ده الماجنيتيود بتاع ريديوس فيكتور اللي هو سكوير روت اكس سكوير بلس واي سكوير بلس زي سكوير. فده ما بيتغيرش ده بيروح ليتل ار. طيب دلوقتي انت عايز تودي الريديوس فيكتور ده اللي هو كان بيعمل زاويه ثيتا مع الزي اكسس عايز توديه الناحيه الثانيه. فانت هتودي الثيتا لايه بقى؟ باي ماينس ثيتا صح. وبعد كده عايز تروح لافف في الفاي دايركشن بباي صح. فانت كان كونفيرم ان ده فاي فاي بلس باي. بس انا حولت الثيتا بداله الاكس اللي هو بيساوي كوساين ثيتا. فانا عايز اعرف الايفكت بتاع الاوبريشن ديت على الاكس صح. طبعا انت لو بدلت الثيتا بباي ماينس ثيتا هنا هتلاقي ان الكوساين كوساين باي ماينس ثيتا بتساوي ماينس كوساين ثيتا صح. فده يوديك الاكس الماينس اكس يعني لما الثيتا تروح لباي ماينس ثيتا. اذا الفيزيكال اوبريشن انك انت بتودي الثيتا لباي ماينس ثيتا في السفيريكال كوردينتس بترانسليت انها سمبل ريفليكشن على الاوكسيلري فاريبل اكس ده. ذس اكس از نوت ذس اكس فيري جود. بس انا دلوقتي ام دان اولموست دان يعني لان انا عرفت دلوقتي لما بودي الاكس الماينس اكس ايه اللي بيحصل. الثيتا ديت تعال بقى نتراك كل الماينس ساينز. بص هيحصل ايه؟ طبعا الريديال فانكشن ده اتغير لما نعمل لما اودي لما اعمل ريفليكشن لانها ديبندنت بس على ليتل ار فمش هبيك اي ماينس ساين من هنا. انما دي هتبيك ايه بقى؟ ماينس 1 تو ذا باور ال في ماينس 1 تو ذا باور ام لانك انت الثيتا ديت هي اكشلي البي ديت صح؟ فانت في عندك ماينس 1 تو ذا باور ال وبعد كده عندك ماينس 1 تو ذا باور ام. طيب الفاكتور ده بقى لازم اشوف اشيفت الفاي لفاي بلس باي صح. فانا لما اعمل الشيفت ده هبيك اب الترم ده اي ام
باي. بس ده بكام؟ ماينس 1 ذا باور ام برضه يعني. فانت ماينس 1 باور ام ماينس 1 باور ام ذاتس 1. فانت هتلاقي انك انت if you make a parity inversion على السوليوشن بتاع شرودنجر ايكويشن in any spherical symmetric potential هتلاقي انك انت السوليوشن بتاعك الار باي ماينس ثيتا فاي بلس باي ده بيساوي ماينس 1 تو ذا باور ال ابساي ار ثيتا which is very very important rule for quantum mechanics. خلي بالك this will hold for any spherical symmetric potential. The difference for potentials هي affect the R اللي هي as far as parity is conserved مش بتلعب اي دور لان little R ديت is invariant under parity يعني. فانت لو انا قلت لك ال N equal two states في الهيدروجين اتوم ايه الباريتي بتاعهم؟ هتقول لي والله بص ال L equal zero they are even under parity. انما ال L equal one they are odd under parity etc يعني. فانا given N L M ال M مش بتلعب اي دور. الفاليو بتاعت ال يعني تقول لك السوليوشن ده even or odd. زي ما بقول لك الريزلت ديت will be very very important later on لما نتكلم على selection rules والquantum transitions and so on. فهي دي الاوريجن بتاعها انك انت فعلا لازم تسولف الاسوشيتد لجندر او دي اي عشان تجيب دول. ومن دول تقدر تعرف الباريتي هو بيعمل ايه في السوليوشنز يعني. اوكي؟ واضحه يا جماعه؟ فكده احنا اثبتنا البوسيبل ايجن فاليوز بتاعت ال سكوير. خلي بالك انت جبت الايجن فاليوز بتاعت ال سكوير اللي هي ال في ال بلس 1 تايمز اتش بار سكوير بقى كان في فاكتور في اتش بار سكوير في الاول لما سميناها ميو كده. وجبنا الكونديشن او ريليشن ما بين الليتل ال والليتل ام ان الام دايما الرينج بتاعها من ماينس ال ال. جبناها ازاي؟ بالفوربينس انك انت حليت الديفرنشال ايكويشن وشفت ايه هي الكونسيستنتي كونديشن عشان يديك ترانكيتد سوليوشن اتسترا يعني. في الكوانتم ميكانكس احنا عملنا اللي هي الطريقه الالجبرايك فكده يعني يعني الطريقتين بيؤدوا لنفس النتيجه يعني. اوكي بس الشابتر الجاي بقى ممكن او المحاضره الجايه نبدا اللي هو الجرينز فانكشن يعني.